نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ريفرش، كما عودناكم نقدم لكم فقرات متنوعة من تمارين زائد طريقة شرح طريقة التمرين بالكامل زائد نصائح عن التغذية. طبعا اليوم موضوعي راح يكون إن شاء الله اللي هو موضوع عن الفيتامين الكالسيوم. طبعا فيتامين الكالسيوم من أهم الفيتامينات اللي لازم تكون معتدلة بجسمك، ما تكون عالية ما تكون نازلة. ليش؟ لأن العظام طبعا نسبة 99% تعتمد على فيتامين الكالسيوم، 1% في الدم فقط. يعني شوفوا الفرق، يعني معناته إذا النسبة هذه قلت فالعظام شنو راح يصير عندي فيها؟ راح يصير ضعف بالعظام، راح يصير لي آلام بالعظام، زائد راح تتعرض حق اللي هو هشاشة العظام. فبالتالي لازم تركز على طبعا اللي هو الفيتامين الكالسيوم نفسه، لأن قلته أيضا راح تلاحظ أن حركتك ما راح تكون قوية، المفاصل عندك راح تكون ضعيفة، زائد اللي هو أثناء مثلا ممارسة التمرين أو المشي أو الأمور الثانية راح تلاحظ أن جسمك في آلام بمفاصلك، في آلام بعظامك، أثناء رفع الوزن الثقيل راح تحس أن العظام يعورك. فبالتالي على أساس أنك تحافظ على الكالسيوم، طبعا في طريقتين انك ترفع الكالسيوم عندك او تخلي هذا ترفع الكالسيوم، بمعناته انه اذا كان نازل بجسمك عندك الاغراض تقدر تتبع مع دكتور اللي هو اي دكتور على اساس حق التغذيه، او عندك طبعا الطريقه الافضل اللي انا اشوفها افضل انك من ناحيه الغذاء. على سبيل المثال عندك طبعا مشتقات الالبان او الالبان نفسها تقدر انك ترفع فيها نسبه الكالسيوم، يعني بالنسبه حق الاشخاص طبعا من عمرهم 19 سنه الى 70 سنه يحتاج اللي هو 1000 كيلوغرام. اما بالنسبه حق الاشخاص من الرجال اللي هم من 70 سنه وانت يعني من 70 سنه الى مثلا 80 على الفئه العمريه هذه يحتاج 1300، لانه خلاص راح يكون عظامه مو نفس مرحله النمو، لان مرحله النمو ما يحتاج كثر المرحله هذه، الافراز يكون ضعيف عنده يحتاج كالسيوم اكثر، خصوصا المراه اثناء الحمل العظام راح يكون عندها راح تقل قوه العظام، فبالتالي تحتاج كالسيوم ايضا 1200 على اساس 1200 جرام على اساس انه تقوي عظامها بالمرحله هذه، لانه راح يكون في ثقل اثناء الحمل. فبالتالي لازم تركز على الكالسيوم، تركز على الخضروات ايضا عندك فان ترفع نسبه الكالسيوم، تركز على الالبان، حاول طبعا على الفطور انه يكون عندك خلاص شيء رئيسي انك تشرب حليب الصبح، تقدر تاخذه ايضا مع الشوفان، لان الشوفان فيه اللي هو الكولاجين، والكولاجين هذا ايضا مفيد حق المفاصل حق جسمك. تاخذ حليب حار تخلطه مع الشوفان، فبالتالي هني نسبه الكالسيوم راح ترتفع عندك. ركز على نسبه الكالسيوم، ابتعد عن الامور اللي هي مثلا اللي يكون فيها الاملاح عاليه، الصوديوم، لان الصوديوم نفسه ايضا يمتص الكالسيوم، فحاول انك تركز عليها، تشرب ماء وايد على اساس انه حتى لو انه اخترت وجبه عاليه البوتاسيوم او الاملاح العاليه فيها راح تخرج تكرمون مع اللي هي البول. فبالتالي ركز على المشتقات للبان، ركز انك تخلي الحليب وجبه رئيسيه على اساس انه ما تحوشك اي اصابه اثناء التمرين، او عظامك تكون قويه، واذا عظامك كانت قويه راح تساعدك في ادائك بالتمرين، تحسن ادائك الرياضي، تحسن قوه العظام نفسها. الاصابه بالعظام راح تكون مثلا الكسر ما يكون كسر مضاعف، راح يكون الكسر قوته اقل من ان عظامك تكون رقيقه او مقويه. فبالتالي ركز عليها على اساس ما تحوشك اي اصابه. اتمنى ان الجميع استفاد من موضوعنا اليوم، ان شاء الله تابعونا بعد الفاصل بتمارين جديده. رجعناكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. اليوم راح يكون ان شاء الله تمريننا سهل،
راح يكون طبعا معاي اللي هو الجهاز الدامبلز زاد اللي هي المرتبه. طبعا تمرين اليوم راح يكون حق اللي هو صدر عالي. طبعا احنا عندنا الصدر يتكون من ثلاث اجزاء، عالي ومستوي زائد اللي هي العضله السفليه للصدر. طبعا راح ابلش بالتمرين الاول. شوف لاحظ معي، طبعا انا هني مثبت اللي هم المرتبتين هذول على اساس يرفعون زاويه الجسم. زاويه الجسم لما ترفعها راح تاخذ اللي هي المنطقه العليا للصدر. اثبت جسمي بالطريقه هذه. شوف لاحظ معي، طبعا زاويه الجسم راح تكون الى الاعلى، من بعدها تكون بالطريقه هذه. شوف لاحظ معي، طبعا قاعد تاخذ لي اللي هي المنطقه العليا للصدر. راح ابين لكم اياه اكثر او من الزاويه هذه على اساس تبين معاكم. شوف لاحظ معي المنطقة هذه اللي هي راح تتحرك، انزل من بعدها اضم ايدي الى الداخل. طبعا اضم ايدك الى الداخل راح يتحرك منتصف صدرك، فبالتالي انا قاعد احرك اللي هي المنطقة العليا زائد المنطقة الداخلية للصدر. بمعنى انه لما اخذهم بالطريقة هذه اصعد، لاحظ اضم ايدي على بعض، انزل، لاحظ نزلتي ما راح انزل بالكامل، لا انزل بالطريقه هذه على المستوى هذا، من بعدها اصعد. طبعا هذه الطريقه الصحيحه للتمرين. اما الطريقه الخاطئه راح انزل على سبيل المثال واصعد. طبعا هذه الطريقه خاطئه، لا لما تنزل شوف لاحظ مستوى ايدك، طبعا مستوى الكوع ما راح يكون بالطريقه هذه ولا بالطريقه هذه، لا مستواه راح يكون بالمنتصف. تصعد، طبعا هذه الطريقه الاولى للتمرين. اما الطريقه الثانيه راح اثبت الدامبلز. شوف لاحظ معي انا لفيت ايدي، كنت ماسكه بالطريقه هذه، لا راح الف الدامبلز، هذا راح ياخذ صدري تقريبا بالكامل. شوف تفتح ايدك بالكامل، شوف لاحظ المستوى. طبعا هذا التمرين حاول انك ما تنزل بالكثير لانه ممكن تحوشك اصابه بكتفك، لا تنزل بالطريقه هذه او بالمستوى هذا، من بعدها ضم ايدك. الطريقه الصحيحه للتمرين. اما الطريقه الخاطئه راح اخذها بالطريقه هذه. شوف لاحظ انزل راح احس في الم بالكتف، الم بالكتف ممكن تحوشك اصابه، لا تنزل خلاص ثبت، ثبت على عضله الصدر، اصعد. طبعا هذه طريقه التمرين. اما الحين راح اخذ لكم العضله التحتيه للصدر. راح اوخر المرتبات هذه اللي هي على اساس اغير زاويه جسمي. راح اخذ اللي هي يد واحدة، اثبت جسمي بالطريقة هذه، من بعدها تنزل. شوف لاحظ مستوى الايد، مستوى الدامبلز، ضمها الى الداخل، نزلت. شوف لاحظ حركة الدامبل شلون قاعد اصعد، ما قاعد اصعد بالطريقة هذه، لا لاحظ الصعدة راح تكون بالطريقة هذه، يعني كأنها على نص دائرة. آخذ الإيد الثانية ثبتها، راح تبين معاك أكثر. شوف لاحظ المنطقة هذه قاعد تحرك معاي. طبعا نزلتي ما راح أنزل بالكامل، نفس ما قلت لك التمارين هذه راح تكون فيها ثقل على الكتف، لا حاول الايد تكون مثنيه بالطريقه هذه، من بعدها تصعد. طبعا بالنسبه حق التمارين هذه اكون بينت لكم اللي هي العضله العليا حق الصدر، زائد حركت لكم نوعا ما بالتمرين الثاني اللي هو تمرين التجميع
العضلة الوسطية، والتمرين الأخير كان حق العضلة التحتية، وهذا كان تمريننا حق اليوم. أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.